السلام عليكم ورحمة الله، والله يمسيكم بالخير جميعا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وعيد فطر سعيد علينا وعليكم جميعا. أول شغل بدي أحكيها كل عام وأنتم بخير كمان مرة إن شاء الله. بكرة طبعا أنا كنت بسمع في العمل الجديد، بكرة العمل الجديد اللي هو دلع دلعونة إن شاء الله بكرة هيكون موجود على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى أنه يعجبكم كمان مرة، كل عام وأنتم بخير ويعطيكم الصحة والعافية. انتظروا المفاجأة اللي بكرة. مساء الخير وكل عام وانتم طيبين يا ربي، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. بس رسالة صغيرة يا جماعة الخير للناس اللي نازلة تبعت لنا صور كل عام وانتم بخير، اكتبها يا أخي، والله اكتبها، بتحس فيها يعني فعلا عن جد انك بدك تعيدني. الصور انفجر التليفون على كل السوشيال ميديا، مش بس على الواتساب وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك، وين ما اجى جماعه غيروا لنا اياه هذا. عدت الصور يا اخي، بدك تبارك لحدا تحكي له كل عام وانت بخير، ولا بعت له اياها كتابه، بعت له اياها فويس يا سيدي. نمزح والله بنمزح، كل عام وانتم طيبين يا ربي.